من كام يوم حصلت فنانة الأداء الصوتي منى شعراوي على جائزة فويس آرتس أورد، وهذه الجائزة مقدمة من جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية كأفضل معلقة صوتية عربية عن فئة الإعلان المصور عبر التلفزيون لعام 2022. الجائزة دي بتعتبر من أهم الجوائز على مستوى العالم في مجال التعليق الصوتي، وبيطلقوا عليها أوسكار الصوت. إحنا معنا على الهاتف منى شعراوي الحاصلة على جائزة أفضل معلقة صوتية عربية. أهلا بيك يا منى وألف مبروك، وكلمينا في البداية عن هذه الجائزة، مين اللي رشحك ليها وإزاي وصلت لهذا يعني لهذه التنافسية العالمية؟ صباح الخير وبشكركم جدا على المكالمة الهاتفية الحلوة دي. هي الفكرة إن المسابقة دي إحنا نعرفها يمكن من سنين، بس هي على مستوى عالمي، يمكن دي تاسع دورة ليها بتاعت سنة 2022. هم السنة اللي فاتت الحقيقة فتحوا مجال أو فتحوا باب لأن الأصوات العربية تقدم في المسابقة دي. هي كانت بادية طبعا باللغة الإنجليزية ودخلت لها بعض اللغات الأخرى، ولكن مع مجهودات بعض الزملاء في المجال إن هم يحاولوا يسعوا إن اللغة العربية بتاعتنا تدخل في المسابقة، والحمد لله نجحوا بالفعل السنة اللي فاتت إن هي تبقى موجودة. أنا السنة اللي فاتت كنت حكم موجود في المسابقة. السنة دي الحقيقة إحنا اللي بنقدم، يعني إحنا اللي بنقدم، وشجعنا كل الناس إن هي تقدم في المسابقة علشان يبقى الصوت العربي والصوت المصري كمان تحديدا يبقى ليه مكان ودور كبير في الموضوع ونثبت وجودنا. فالسنة دي الحقيقة ناس كتير قدمت، أنا كنت من ضمن الناس اللي قدمت برضه. والحمد لله تم الترشح، ويعني ترشحت في الأول، والبروسس بتمشي زي اي ترشيحات لجوائز زي الاوسكار والحاجات دي، يعني بتبقى في ترشحات وفي لجنه حكم كبيره هي اللي بتتابع الاعمال المقدمه، بتعدي بكذا مرحله من مرحله التقديرات، وبعد كده بتتحسب كل الحاجات دي وبيتم الترشيح، وبعد كده بتتعمل تصفيه اخرى وبيتم بعد كده الفوز. فالحمد لله انا كنت اول صوت مصري الحقيقه يكسب النهائي، مش مصري بس عشان احنا معانا اثنين زملاتنا أصوات رجالية كذبت من مصر. فأنا كنت أول صوت نسائي الحمد لله يكسبها السنة دي. ما شاء الله. والحمد لله، يعني هي الموضوع بيبقى توفيق من ربنا يعني. المشوار دايماً مش بيبقى سهل ودايماً مش بيبقى مفروش بالورود. عملتي إيه عشان تقدري توصلي للجايزة؟ لا المشوار ما بيبقاش سهل طبعاً. يعني الحمد لله أنا يعني يمكن بقالي حوالي 12 أو 13 سنة بشتغل في مجال التعليق الصوتي، يمكن المجال بتاعنا شوية بيبقى غامض شويه للناس او مش مفهوم او مش واخد تقديره المناسب. ففكره ان الواحد يبقى بيبذل مجهود في حته شويه مش مفهومه بتبقى صعبه، ان الواحد يقدر يحاول يتعلمها بشكل كبير او يفهمها، لان مفيش مكان يمكن بيعلمها بشكل احترافي او واخدها محمل الجد ان هي تبقى شغلانه لوحدها. صحيح. فان الواحد يوصل لطرق يفهم بيها الموضوع ويتعلمه لوحده ويفهم كل اللي حواليه، سواء الصوت، سواء انواع الاداء، سواء هندسه الصوت، كل الحاجات دي ما كانتش سهله، يعني اخذ مني انا وقت كبير طبعا عشان اقدر افهمها، وعشان اقدر احط نفسي خصوصا انها بره مجال دراستك، يعني انت دارسه نظم معلومات واشتغلتي في التسويق، فالاثنين ما هماش اقرب حاجه للتعليق الصوتي، فاعتقد ده ما بعيد خالص. ما كانش مسهل عليكي الطريق ابدا. لا هو ما كانش سهل خالص، انا ما كنتش ريليتد خالص للمجال الاعلامي، يعني انا مش، بس هي كانت هوايتي منذ الصغر حقيقه، يعني هي فكره القراءه واللغه العربيه والاداء الصوت، يعني زي يعني طول عمري كنت في الاذاعه المدرسيه مثلا، يعني دي من الحاجات اللي انا طول عمري بحب اعملها. ايوه فدي أيوه. كانت هوايتي اللي انا فعلا قدرت احولها الحمد لله بتوفيق من ربنا، ان انا قدرت احولها لمجال شغلي اللي انا بقالي سنين بشتغل فيه. طب ما تسمعينا حاجة من أعمالك اللي أنت عملتيها. الناس ربما مش فاهمة يعني إيه فويس أوفر أو معلق صوتي، بس ما تحطناش بقى في شبهة إعلان، أنت طبعًا أستاذة وفاهمة يعني إيه تلفزيون. أنا أكيد مش، لا والله أنا كان في برومو كنت عاملاه أيوه للقناة أول إطلاقها في الفضائية المصرية. يا سلام. الحقيقة أيوه كان في حاجة كنت عاملاها فعلًا، بس إدينا حتة كده يعني. أيوه إدينا حتة كده، انا عايزين نسمع برضه. انا بحاول ابعد عشان هي موضوع الاعلان ده، بحاول ابعد عن الحته دي. طب انا ممكن اقول الجملتين بس من اللي انا ماشي. اللي هي الكذبة الاول، قولي جملتين هي. اوكي هي في كل مكان حولنا، فهل تراها؟
هي تلك الشرارة التي توقظ فيك الأسئلة، هو ذلك الشغف للإبداع ولجمال ترسم ملامحه يدك. كفاية بقى عشان أنا أصلا الله عليك لا والله ممتازة طبعا، ما حدش يقدر. صوت دافي وعميق وجاي فعلا من القرار زي ما بيقولوا. منى الأداء الصوتي لو اتكلمنا عن إنه اللغة العربية الفصحى، اللهجة المصرية، إزاي بتعرفي تحركي ما بين ده وما بين ده وتحافظي كده على الشكل المصري والهوية المصرية في الأداء الصوتي بتاعك؟ الموضوع مش سهل طبعا، لأن فكرة إن الواحد يبقى يقدر يظبط اللغة العربية ويقدر يخرجها من مخارجها السليمة ويشكل التشكيل الصحيح، لو ما ظبطناهاش بطريقة مظبوطة ممكن تودينا في لهجات إحنا طبعا مش عايزين نروح لها، مثلا لو إحنا بنتكلم في مصر فهي بتبقى فيها شعرة الفرق ما بين اللغة العربية الفصيحة واللهجة المصرية الفصحى المصرية بتاعتنا وفي اللهجة المحلية بتاعتنا، فالتنقل ما بينهم بيبقى محتاج دايما ان الواحد يبقى واعي قوي ومدرب نفسه على الحروف كلها واصواتها ومخارجها بشكل سليم عشان التنقل ما يبقاش صعب، فهي بتبقى محتاجة سكيلز في الحتة دي والتكنيكس بتاعة استخدامهم بس، يعني فهي طبعا محتاجة تدريب يعني ما بتبقاش سهلة. يعني يمكن انا كان مواجهني تحدي يمكن في بدايتي في الحته دي، لان انا كنت بحب اشتغل الصبح بس، فلما كنت بشتغل في مصر كان بيبقى صعب شويه ان انت تقدري تقولي عليا ان انا مصريه. طبعا. بس مع الوقت الحمد لله تغلبت عليها، يعني فكره ان الواحد يقدر يطلع من الفصحى يخش في المصري ويبان فعلا ان هو مصري ما يبانش ان هو حد مش مصري، بتبقى شويه يعني تريكي. يعني بتحتاج خبره وبتحتاج وعي كمان اصلا باهميه انك تبيني هويتك في الفويس اوفر حتى اللي بتقدميه. منى شعراوي الحصيلة على جائزة أفضل معلقة صوتية عربية، نورتينا وشرفتينا وسعداء بوجودك معانا، أهلا وسهلا. شكرا لك يا منى، شكرا لك.